هو علي فين؟ في اوضته. يا علي اسمح لي انا. لا لا خليك يا خالي، انا عاوزك تبقى قاعد عشان تسمع الكلام اللي هيتقال، وريت تكلم فريده كمان تخليها تيجي. يا فريده تعالي عند عمتك بسرعه، الباب مفتوح، تعالي ادخلي على طول. ايه في ايه؟ ايوه بابا. ايوه بابا. حاضر يا فريده. انا كنت عارف بموضوع سفر علي من يوم كاتب الكتاب، بس كنت فاكر ان الموضوع خلص لما اتكلمت معاه وافتكرت انه اقتنع، بس دلوقتي الكلام اتغير علي. انا نازل اجازه 48 ساعه عشان ادفن صاحب عمري اللي استشهد قدامي، وكنت ممكن جدا ابقى مكانه وانت تدفني بايدك. بعد الشر. بعد الشر عليك. ايه الكلام ده؟ الشر. تفتكر على المكاسب اللي هتحققها وانت مسافر تستاهل الخسائر اللي هتخسرها هنا؟ وليه لازم يبقى في خسائر اصلا؟ عشان انت مبقتش حره نفسك، مراتك ليها حق عليك، ومن قبلها امك. ايش معنى انا لازم اضحي؟ تضحي؟ تضحي بايه يا علي؟ بانك تقعد مع مراتك في بيتك ومع امك، ولا انك تحافظ على جوازك وما تدمروش من قبل ما يبدا؟ طب اقول لك على حاجه، ما تيجي انت ارجع تاني عشان اقدر اسافر وما اخسرش اي حاجه. ارجع فين؟ انا هناك عشان احمي الارض اللي انت عايز تسيبها وتهاجر، فاقل واجب ان انت تقعد مكاني هنا في البيت تحافظ عليه في الظروف دي. اظن انا كده عملت اللي عليا، وانت من حقك تختار، وفريدة كمان من حقها تختار ان كانت عايزة تكمل ولا لا. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.